هنا لازم تبص كويس كمان ازاي الاتحاد الاوروبي مقدر جدا قدرة مصر وفاعليتها ورؤيتها على تصفير مشاكل المنطقة وقدرتها على تصفير مشاكل المنطقة مع دول الجوار. خليني اخد معانا على التليفون دكتور ايمن سمير الخبير المتخصص في العلاقات الدولية. اهلا بيك يا دكتور ايمن. اهلا بيك يا استاذ يوسف، اهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. يمكن عايزين نتكلم شويه عن هذا اللقاء اللي جمع ما بين فخامه الرئيس السيسي وبوريل مفوض الاتحاد الاوروبي ومسؤوله الاعلى للسياسه الخارجيه وللامن، ودلاله الزياره في ظل هذا التوقيت وفي ظل اضطرابات المنطقه. يعني اولا استاذ يوسف، زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن كيف ينظر الاتحاد الاوروبي الى مصر، الاتحاد الاوروبي ينظر الى مصر باعتبارها هي قوه الاستقرار والامن في حوض البحر الابيض المتوسط، في شمال افريقيا، في المنطقه العربيه، في كل الشرق الاوسط. لان دول الاتحاد الاوروبي بتعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ان يحافظ على استقرار وامن وسلامه اكبر دوله في المنطقه، دوله تشكل ربع سكان العالم العربي. دوله كان يمكن ان تنطلق للفوضى والتخريب الذي ساد المنطقه منذ عام 2011، ووصلت يعني الى هذه الفوضى الى دول كثيره في المنطقه، كانت ألسنة اللهب مشتعله شرقا وغربا وجنوبا، لكن مصر بقيادتها والرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعوا ان يحافظوا على سلامه وامن هذه الدوله، بل استطاعوا ان يحققوا كثير من الانجازات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتصب في صالح النسيج الوطني المصري وفي صالح الدوله الوطنيه المصريه. لكن ايضا الاتحاد الاوروبي بينظر الى مصر باعتبارها نموذج في الحفاظ على المؤسسات، نموذج في مواجهه التحديات بما فيها تحدي مثل تحدي الارهاب. دائما الاتحاد الاوروبي كان بيشيد بوجهه النظر المصريه اللي نظرت للارهاب لاول مره باعتباره عمليه مسلسله تبدا بالفكره الخاطئه وتمر بالتمويل وتنتهي بالفعل الارهابي. الاتحاد الاوروبي بيشيد جدا تقريبا كل قيادات الاتحاد الاوروبي، كل دول الاتحاد الاوروبي اشادت في مواقف مختلفه وفي مواقع مختلفه بسياسه مصر في قضيه الهجره غير الشرعيه او الهجره غير القانونيه، وكيف لمصر استطاعت ان تحافظ على السواحل المصريه من ان لا يكون هناك مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ سبتمبر 2016 وحتى الان. لذلك الاتحاد الاوروبي بيلقي بثقله بالكامل في علاقته مع مصر. حضرتك اشرت الى ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر. المعاملات التجاريه بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي ال 27 واللي بتضم 500 مليون مستهلك بتصل الى حوالي 25% من اجمالي المعاملات التجاريه بالكامل لمصر. يعني ربع التجاره المصريه مع العالم بتتم مع دول الاتحاد الاوروبي. كان في 2021 حجم الصادرات المصريه كان 9 مليارات يورو. نتيجة للاتفاقيات الأخيرة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما فيها توريد الغاز المصري للاتحاد الأوروبي والغاز المسال، باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط اللي عندها معدات لإسالة الغاز في إدكو وفي دمياط، وصلت الصادرات المصرية في 2022 إلى 16 مليار يورو، ده رقم كبير جدا. ده معناه أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر منطقة وأكبر تكتل في العالم يستقبل البضائع والسلع والخدمات المصرية. استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بتصل إلى حوالي 39 مليار يورو، بتوفر ما يقرب من 450 ألف وظيفة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المصريين اللي بيعملوا فيها بوظائف جيدة بمرتبات جيدة. هناك شراكة مهمة جدا للاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة. الاتحاد الاوروبي بيعول ان جزء كبير جدا من الطاقه الجديده والمتجدده زي الهيدروجين الاخضر زي الطاقه الشمسيه سوف تاتي من مصر الى دول الاتحاد الاوروبي. لذلك لو زرت حضرتك في اي يوم مجلس الوزراء في مصر سوف تجد شركه واثنين من الاتحاد الاوروبي بيقدموا عروض لعمل مشروعات حوالين الاقتصاد الاخضر والهيدروجين الاخضر والطاقه الجديده والمتجدده، خصوصا في مجال تصنيع الكهرباء بشكل صديق للبيئه. وعشان كده في ربط كهربائي بين مصر واوروبا، المرحله الاولى اللي تمت من خلال ربط الكهرباء المصري مع قبرص، ثم بعد ذلك مع اليونان عبر جزيره كريت، والمرحله التي سوف تلي ذلك الانتقال من قبرص واليونان الى غرب البلقان ومن غرب البلقان الى وسط وغرب اوروبا. هذا اوروبا تنظر لهذا الامر بامتنان شديد جدا، لان الكهرباء مهمه جدا طبعا في الفتره القادمه بالنسبه لاوروبا.
شفنا كمان أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضيه الاوروبيه عندما جاءت الى مصر وقعت اتفاق تاريخي لاستيراد الغاز من مصر، واتفاق كبير جدا بان دول الاتحاد الاوروبي تشتري الغاز من مصر وهو الغاز المسال اللي بيتم اسالته في ادفو وفي دمياط. هناك ايضا شراكه في القيم استاذ يوسف بين الاتحاد الاوروبي ومصر، قيم تعزيز السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقه، علشان كده مصر والاتحاد الاوروبي متفقتان على خريطه الطريق فيما يتعلق مثلا بالقضيه الفلسطينيه، وان مش ممكن يكون هناك حل للقضيه الفلسطينيه بدون قيام دوله للفلسطينيين على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. ايضا مصر والاتحاد الاوروبي متفقتان على ضروره يعني تجهيز المسرح السياسي للمفاوضات ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وان التوسع اللي بتقوم به اسرائيل في الاستيطان لا يمكن ان يوفر بيئه او ظروف مواتيه للمفاوضات ولحل القضيه الفلسطينيه. نفس الامر في توافق في القيم ما بين مصر والاتحاد الاوروبي للحل في ليبيا، ان ضروري ان يكون هناك حل ليبي في ليبيا يقوم على اجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في ليبيا باسرع وقت ممكن، والانتقال من المراحل الانتقاليه من زعام 2011 الى المرحله النهائيه او مرحله الاستقرار بعد ذلك. نفس الامر نفس القيم التعويل والاهتمام والتركيز على القضايا والحلول السياسيه والدبلوماسيه وليس اللغه الخشنه او لغه البندقيه والرصاص هي قيم مشتركه ما بين مصر وبين دول الاتحاد الاوروبي. لذلك انا في رايي الفتره القادمه سوف تشهد مزيد من التعاون في ظل اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه اللي بدات في 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 2004. هناك مشروعات كبيرة جدا، المباحثات اللي جرت بين مصر وجوزيف بوريل أنا في رأيي بتستهدف استكشاف مساحات جديدة للتعاون، لأن هناك مساحات مثلا للعمل في مجال تنقية الكربون من وسائل الطاقة، ودي مشروعات عملاقة وبالمليارات الدولارات. هناك مشروعات للتعاون في مجال الاستفادة من كل قطرة مياه، ومعروف أن أوروبا عندها خبرة كبيرة جدا في مجال الاستفادة من المياه، ومصر أيضا مهتمة بهذا المجال بشكل كبير للغاية. فكرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أوروبا عندها اهتمام أن يكون هناك شراكة مع دولة كبيرة مثل مصر عندها كتلة بشرية كبيرة جدا وعندها مهندسين متميزين في هذا الأمر. لذلك جزء كبير جدا من الجامعات الأوروبية بتهتم في يعني تعليم جزء كبير جدا من الطلبة الناجحين والمتميزين في مصر، علشان كده في افاق كبيره جدا للتعاون بين مصر وبين الاتحاد الاوروبي سواء في المجال السياسي في المجال الاقتصادي. طيب دكتور في المجال أيمن، الامني كمان اوروبا معروف ان ما يحدث في منطقه الشرق الاوسط يؤثر على امن اوروبا، لذلك كلما كانت مصر قويه وعافيه ومستقره تشيع الاستقرار والسلام في المنطقه. لذلك الاتحاد الاوروبي بيرفع شعار فيما يتعلق بمصر بيقول ان الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار، كلما كانت مصر مستقرة وقوية وعافية كلما انعكس ذلك بشكل قوي على أمن وسلامة الاتحاد. صحيح الأوروبي. صحيح، اتضحت جدا كده وجهة النظر. بالنسبة لي أنا بشكرك جدا دكتور أيمن سمير الخبير المتخصص في العلاقات الدولية.